اول اصابه عندنا وهي اصابه الاي سي ال انجري، ودي من الحاجات الكومن اللي بتحصل. ودايما الاي سي ال لما بيتقطع بيتقطع عند البروكسيمال بارت بتاعه في الفيمر، وبالتالي بيدينا الم عند اللاترال بارت نتيجه الكومبريشن اللي بيحصل او الكونتيوجن. وبالتالي مهم جدا في التشخيص بتاعنا ان احنا نشخص الاي سي ال. الاي سي ال في كاركتر ليه هو ان البيشنت يكون حصل له سواء كونتاكت انجري او نون كونتاكت انجري. وخلينا نبقى عارفين ان 70% من اصابات الاي سي ال بتبقى في النون كونتاكت انجري. وكمان البيشنت بيسمع بوبينج، صوت طرقعه اثناء الاصابه. كمان بيحصل له ماسيف سويلنج بشكل سريع اللي هو ما يسمى بالهيمو ارثروزس. كل الحاجات دي جيفينج اواي، كل الكلام دون بيبقى كاركتر لاصابه الاي سي ال. تشخيص الاي سي ال ممكن يكون صعب شويه لان بيبقى سنسيتيف جدا ان احنا نحدد ان الاصابه سواء بارشال تير او كومبليت تير، خصوصا ان احنا دايما ممكن او بشكل او باخر بنعتمد على التشخيص في الام ار اي. ولكن مهم جدا الكلينيكال اكزام لان هو الفيصل سواء البيشنت اتصاب اصابته تحديدها بارشال تير او كومبليت تير، وسواء هنبني عليها في التريتمنت سواء كونسرفاتيف تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت. خلينا نتكلم في السبيشال تيست اللي بتشخص الاي سي ال. عندنا 4 سبيشال تيست. اول حاجه فيهم الانتيريور درور تيست، عندنا اللحمان تيست، عندنا البيفوت شيفت تيست، وعندنا الليلي ساين تيست. خلينا نبتدي باول تيست فيهم وهو الانتيريور درور تيست. اول تيست عندنا هو الانتيريور درور تيست، والتيست ده بيبقى البيشنت فيه نايم سوباين وفليكسد نين 90 درجه، وبنبدا نفكس الركبه او بنفكس الفوت، وبنبدا نعمل ماسيف انتيريور ترانسليشن في التيبيا على الفيمر، وبنبدا نبص ان بيحصل انتيريور ترانسليشن ولا لا. كمان مهم ان احنا نحس كمان الفيرم اند فيل بتاع الليجمنت، لان الليجمنت لما بيكون سليم وبنحاول نشده بنحس فيه باند بوينت. في حالات الاصابه او اللاكستي بنبص نلاقي مفيش اند بوينت، يعني لما شد الليجمنت من ناحيتين ما بلاقيش فيه اند بوينت. طب خلينا نعمل كده التست. بقعد على رجل المريض بالشكل ده، بمسك ايدي بالشكل ده اهو، تو سامبز على الانتيريور تيبيا، فانينج اوف 3 سامبز او 3 فينجرز اراوند ذا تيبيا، اند بو سامبز اوف ذا اندكس بالبيت الهامسترينج، وببدا اعمل انتيريور ترانسليشن في التيبيا بالشكل ده. نورمال فايندنج بيبقى فيه مينيمال ترانسليشن للتيبيا على الفيمر مينيمال، with a normal variant with comparing of the other side. مهم جدا وانا بعمل التست ده قبل ما احكم عليه اللي انا لازم اعمل التست على النون افكتد سايد واشوف الاماونت اوف ترانسليشن. لو لقيتها زي بعضها غالبا دي بتبقى لاكستي في الليجمنت ودي حاجه نورمال فاريانت. لو لقيت في anterior translation ومع الحركة دي مفيش end point بتوقفني، معنى كده ان في partial tear او complete tear. خلينا نقول ان anterior drawer test specific للanteromedial bundle of ECL. احنا اتكلمنا ان الـ ECL عبارة عن 3 bundles واهمهم 2 anteromedial bundle وposterolateral bundle. الanteromedial bundle دي بتresist knee flexion او الانتيريور ترانسليشن فروم ني فليكشن، وبالتالي ده سبيسيفيك للانتروميديال باندل. الباندل الثانيه اللي هي البوسترولاترال باندل، ودي مسؤوله عن الروتيشن اوف ذا تيبيا، وده بنعمل لها اسسمنت تيستين. مهم جدا واحنا بنعمل التست ده وقبل ما نبدا التست ده ان احنا نتاكد من تو ليفلز اوف تيبيال توبروسيتي. ليه؟ لان في بعض الحالات بيبقى فيه بوستيرور ساكساين. بوستيرور ساكساين ان في حالات الاي سي ال البي سي ال انتري بيحصل بوستيرور ساكساين، وان التيبيا تبقى نازله لتحت، وبالتالي بتديني قرايات خاطئه وهو ما يسمى بالفولس بوزيتيف.
وهو ان يبقى في بوستيرور ترانسليشن للتيبيا. فلما اجي اعمل انتيرور درور تيست الاقي التيبيا بتطلع معايا فيخيل لي ان هو اي سي ال انجري ولكن هو بي سي ال انجري. فمهم جدا قبل ما نبدا التيست ده ان انا اتاكد من البوست ليفلز اوف تيبيال توبروستي بحيث افويد البوستيرور ساك ساين.